Mon ami, bonjour, ça va? Bonjour, bonjour à tous. الفوسينا ديزكوار. الوخا كنهضر ديال الفوسينا ديزكوار ياك قبل ما نحا الرابع عنده ياك ما يجي السوق الرابع عنده ياك المركز الرابع عنده ياك قوانين تي المعمار الريفي يتاثر المعمار الفرعوني الجديد يعني المصري الجديد اذا يبدا يبني منايا الهدفين سيره انت يزو الاستمراريه الثقافه نمازيغه الحق من السوق الى قسم اي فوايا غير لي توزي ما غادي توزي لا يعني يوزان نقطه نقطه تسند توزي تسند روخا شي نت فوايا غير تسند ديك زنايين تسند جمع لك السوق الصيغه الملف المطلبي غير خص تفقن قناس جبهه النهضه المغربيه احد اهم الزعماء قال هاي قال اللي حضان مزقاو جنز مزقا قناس علوش زيان اجلاء القوات الاجنبيه إعادة الخطابي وأسرته إلى الوطن المطلب الثالث السلام عليكم أزول تتازقى بالعالمين تيري مليح إن شاء الله نرى أنه يجي عندي حلا هذا شان نمي قناة جورة يجي جنس راي راب عنده ياث سمات شاء قيث عوص أكي راح إن شاء الله يجو فرانسيس وعاود نحكي جروب واتصلنا فا فرانسيس يوسف فرانسيس باش يديك كي يجني بعد رحلة كي فامية ماشي تسوية من مقابل رزق مسكين وزماغ شي الناس ولا بود ما تصوفو يعني تعود كان احد طف طف انا كي نحن ان شاء الله يمكن تفوت سبحان تتزقى بالعالمين تفرج فيديو تو نقرا اتكم لايك اتكم كومونتير اوكي مثل كيدي قيس مثلا دوفرينو مون امي بونجور سافا Bonjour, bonjour à tous. Inch'Allah, on va passer une bonne journée. Oui, un bon voyage. Un voyage. الفوسينا ديزكوار الوخا كنهضر ديال الفوسينا ديزكوار ياك قبل ما نحا الرابع عنده ياك ما يجي السوق الرابع عنده ياك المركز الرابع عنده ياك قوانين تي تفدي غانش طونوبيلات ماشي قبل ما ينات ان كيش الدور تي نزع شي حاجه ما خصك الفوسينا ديزكوار اكي نهضر ديما غاينه كي نضيع كيس نسنين الشباب الاساتذه غينا ثرينات زين وحنا تنكمل رحله لنا تسمعوا شينا خنا كيت وياه مسيو لو وقت الي فيلمي لي بومب وموتنا فؤاد عاود لقيت كيلي ها وغاني تنك ممنوع الدخول مازالت غير مفتوحه المرج والوقوف فاغو شي حاجه قول مسكين الاصلاح كمرنت ماشي عاد روح ما زمنت ماشي تسيف توريست باش تجيب تجيب ذي وذين يعني عادي قماني وخل بلاكا غاس الناس كي مواث وتاكفن ايوا عارف النقب مني كي هي وسي ماشي تما ما عاد زعما داك نهار المنايا ما عاد كاين تما شي مشروع ما راه كاين تاكي عارف هذيك مر عاد كاين ناس كمرنت ونكارو الله اعلم قول ماشي فاهمو من الفوسينا ديسكو رقص في ثانيتي ابنت الجنرال ايمانويل برانكو غير في 1921 ثانيتي ايميليو الناس ايمانويل ايميليو برانكو ابنت غير في 1921 ثانيتي اللي تعدى من رجلنا غير مين دات ما مين دات الشين دات القهوة ومين دات الغين دات ذي مجهد نديري فيا المي المهم عرفتي انت راه مغا خصوصا واحد داك ثوايا غار وني تجي تما ثوايا غار ذي توزين وخا دوسين سطاف طاف وين تجي مشي جي تما تفز تما زدي ناس غين شنين وعرفتي فز تما جد سير تما تعد من داني تي غين داني غين دا قالوا في الاستاذ النار ام قران سي عبد المجيد العزوزاي هذو شي حاجه هو وير فوسينا ديسكوا القرارات تي يمكن البنايه انت القصبه قصبه نابع اندولات القصبه يثديتي يبنات ايميليو بلانكو ايثاغا انت جان المراقب المنطقه نايتوايا يبنات حتى لما تكمل الحرب الاهليه الاسبانيه 39 يبدا غير بني قس 1940 يوظف قس قاع من زيت افانتا قل مجال البناء يتاثر نمط البناء الامازيغي لمازيغن طريقه البناء نغرمان
نقل الأطلس نير القصور نقل الأطلس تسمى ذوني بزيد تأثر بزاف زائد من يتأثر نتاق المجال للمعمار بشكل عام المعمار اللي فيه يتأثر المعمار الفرعوني الجديد يعني المصري الجديد أنس نيو فارونيك يتأثر النموذج البناء في جنوب الصحراء طريقة مزيرة بن نسوشار زائد الاستعمال نكشوظن في الاستقالات إذن إبداغي بني منايا الهدفين سيرا أنت يزو الاستمرارية الثقافة نمازيغا يعني تأثر طريقة الثقافة المزيغة بشكل عام سواء القوانين سواء التقسيم الاجتماعي سواء المعمار البنيين سيكمر في 1942 تدشينين سيوقع يوليوز 42 انتث تسيد مستطيلة غس 50 20 غس 2 طبقات باستثناء البرج مقران يتشكل طبق وثلاثة الواحد ما يجد طبق وثلاثة غاس اثنين دورة غاس اثنين السن الجنوبية يشتن ذك السن انت في قصة ذفن غا نفغا ميجا يقاس يقاس شكن الشرفة با مشكن بالكون يسبد ديثن خا نفخ خا 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 الساريتين قرانين ذينا غا يذي أذي ذها تأثورينس سينس البناء الفرعوني البناء المصري كي سيف غاس اثنين حبوسات سودان موث البرج وانت يا ضارع ذين كي جا خزان ومان ذين كي جا المكتبين سنتاني ميليو بلانكو من يريقا من يري تالي الشعري نس من يري يتشجع ازار يبدا يتسن لان ثانتي القلعه شكل الاداره الاداره الوقت الاداره القبليه تيريكس اسبونيا تيريكس زائد القايد ذريفي زائد القاضي ذي تحل المشاكل كل شيء طريقا الحكم قديم إلى أدي سادس النزاعات يتوقع في صار ذي المكان شك أحد أو حد شك سهوة ودى يخبوش نثي يقول جوش إلى ناس نظن الحكم يتوقع جيزن هذي يعني نهان السوق نهان رابع يتحل المشكل يتكمل السرين الزمن قعدت نثي المواد البناء كل شيء السنة نتسازق غزاء غاس ندمين جالو خامين بتقوان تي كلشي ايه هو داي ام كان هو انت قاد الجوب داس ود ديانا امان الى تارين غا غا نفغا غا بوسيتو جدا صدارع وخذينا تينا نرى دين شين تساؤلات خل معطيات نظن مرحبا بكم اقم التالي ان غي ساهم فينا تقل الحرب الاهلية انتري جنادن الي فيين باش غادي شاركن قل الحرب الاهلية اذا ندفو غاس غاس يجمعو عند السلطة وين كان الإدارة الإسبانية يرد جيشين تفقى أكيد سجل أفكار لأن تري تفقى أنه قريف إسبانيا أطبقا القانون العرفي ناريف مخسجين فرنسيسن قل أطلس يا غاسن القانون العرفي تقن إزرفان ولكن إسبانيا سنعجب شي الحر ورزون شي ملايني الجين مخرج النظام مختجة محمد عبد الكريم مختبق قول ما دي راح المنفع ومي بني ثانيتي بس نجيب شي حرة لأن أنت يبني منياس نمط البناء الريفي نمط البناء الريفي وتحتك شو مكان العالم هذا فيك قناة العمارة الريفية غسل خصائص ينسو حدث إذا نس نجيب شي حرة مباشرة رومي تكمل ثانيتي يقاس تدشين 42 أسيوقع مشكل النفي السكنة غينيا هذه هرك ذيني روخنيك هادي عقب هادي خدم شويه تروح نقي تتوان هادي دور انت غادي دور المندوب الاداره الشؤون الاهليه من بعد الاستعمار الى تقول الاداره نيلا في المغرب وقيم خدم الى حدود 56 اهل من قاش بعد جلست الى حدود 60 جو قتلو سيد خير جيتو شي جوش مليح نقيس مثلا انت رقت مريض الناس السلطه انت رقت قبل شويه ويا روايه ثانيتي خايت فايغر ولكن جي نشت مشيت مسيك غطس يولد تما توزين تتمنى روح باش توزين انت في اخر جدي قاعد في الداقه كاين دامين لا لان روح خصها تكسد السوق الفكره بان السوار الخراب عندو لها رابع عند السخن رابع السخن رابع وانيتي انت تحسب السوق نايت فايغر ولكن على مستوى روح قلعاد قبل قعدت قبل اسبانيا الى ذانيتي الحق من السوق
الى قسمن اي فوايغر لي توزين ما غيتوزين لان ضما ثمن يتوك السوق ضما ثمن توزين لي توزين انت السوق نيت فوايغر ولكن مادام ضما ثمن توزين اكنت نسوق درن ثمن ذاني اذا اذا جا المجاورين زي الجهه تاع تقول انت تابعين السوق تابعين السوق اذا قام راه يوقع شي مشكل ذا شي نزاع شي نتي قضى غادي 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 المعلومات جميعا المهم لو غادي ثمن واحد السيس الفوتين هذا الكور اخا نقول لك درت من مزرعه درت من مزرعه غادي صباح هم تيدخل ثاني تسمى درت كتجيبو خرف وبدات تسمى كتجي حمدو نتوما ريتش هنا لو خو شي نشمين كو واش تشي من دينا هما تنروح ندير السوق انا نخرج هي ثاني ديال نورتين يمكن انا حدا عارف نشميت ولا حاشي نشوف هنايم وما نزاف قيمتي كاين غنزاف نمشي نلقى نضاد نواد خضان الطوموبيل هذا مخوكم مني روق ثاني نيت هذا زكوا ثاني تي زكوا ترقيف ذو ذاب بزاف ترقيف وخا نضاد شي نواد خضان اخا فرانسيس نيرين جدي كي الطوموبيل مي قيزو عندي تبع عيني لو خا توريد من جروب وثا مخوكم مني هذا قنا كي دريسا كي دريس مزري نبكو ثاني كي لوخا بيقيدات ميس ومجهد مقرن الحاج سلامه مزيان امي غادي يعني غادي ويغي جو مكان كيما يوقع اول اجتماع قبل روح الاحداث من 58 59 ما يعرفوشي عمي قبان على عمد فضيس نظينا بوركي روح ندير الاجتماع اني وني تسمى قلي انت فضاني نعرف ومي غادي نلقى وكي انت كي تري ثاني تاي وسين دق برزي كوري مخين وتجي دايك بويا روي انما توزينك زنا يعني المهم زي كوري مخين قيمتك هنا باش تسلم لو خا قناه كي درت مزرعه مخوكم مني يمكن روح درت المزرعه على حسين بن سرير تسمى انه لو غادي سي عبد المجيد ثلاثة توس ما خرعون صاي وين؟ ثلاثة المزرعة. آه يا. روح خرعون صاي وين تقنا س المزرعة. خسيت توس ما روحها ثلاثة كمان. إذا مش تكسين. إذا مش تكسين إيش كان إيش نسقنا فيه؟ روح هذا نتاي اللي مثل. على حسب الإفادة. على حسب الإفادة. نينا في الجبل الزيا. لاجل وباس محفوظة مزيانة حتى كاين الرمتي رامي كيوقع أول اجتماع في الانتفاضة 159 لا غير الشعب زنيت وايا غير توزينيك زنداين كلشي لا كيبدك مكان واس بالضبط باش باش هذا الزهر باش هذا السيول باش هذا الخضر لا غير توقع أول اجتماع باش توقع الانتفاضة نهار 159 لو كان القناص تسمى كقاعدة تندى عنصة روح على حسب روح من يلقى عايز مجيد هذا جاي انك ليه من يبدا مين ديري يبدلو خو مجي هذا مقران الحاج سلام مزيان باش يوش تما يوش واري ناس يمار هذيك قبرني لا ديني قاوم هذا باش يوش الانطلاقة الانتفاضة من 58 59 ياك يوقع نيتاي كاريف خو مار تما تعزود تسميري فين سنة الانتفاضة ثانيتاي يريد وقيل ثلاثة ثلاثة يريد أي بخ لدي رأي بخر في يسيد جواقص يمشي دراسي نسوي الدي قاقي اثنين قاقي عرضين السوق روها قد تفقري وذان قاقي نهان رابع هذا اجتمع نقاط روها تسندي التوزين تسند روها شينة واي غير تسندي زنين تسند جمال قي السوق روها قاقي نهان رابع قاعد يوقع ذين شيء أجي شيري فيين بزاف ذي فيين إذا توت فرق قنق زنين إذا تفنت شن داعي بحد دنيا يخرق مر قمريقة قد توقع أيوة المهم ما كان صار ما يصير نق الحس المهم بس تسمى تفاصيل تيث شيء إكاد يسود يسوق رعبة بدي يسود يسوق رعبة يوفاق زنين وزيد يوفاق ذي قبر وزيد قط عن الناس دقة وانا ثين تسمى الصوت فقط عن الناس داني ثين وجي شيء تسمى غير ذي ثين ذقهم شيلت دايم ساكن دايم ساكن تاغي هو الساق هو الثالثين هو السادس بوق يوفين يوفين نجمع ثانيتين يوفين نجمع ثانيتين المهم دوا يعني نجمع دائره كوان شي غاس كوان غاس دراس سي دايم ساكن كي سدا وسبحان الله القدر تما تاريخ له اقدار اتولد ملتقى المجريين في الحقيقه وانيثين هو المهم امكان اخلي ديت زوره كنت كندانيثين اي واخا اي بوسته كنت خانق ولكن زوره خاطر كان شي كنت ساق خا كلشي تا ولد الجو فاش تسوق تسوق نتاع زائد زائد من بعد هو مع هذا بنا الاستراحه هذا شوي وما هذا واروح ني انا قذاري سنينا انا ثم يوري بجنة المهم خا يتسمى يقاسم تخصيت كامل اخريها لا قاد الشكي غايكان
قام لا يريدها غير الناس نجوار الناس لقى شروخه 15 عام زويت فازير حبس الجمايا قضى وينو الناس يلا روح نوري يوم راه كمبرن مراني ذانيتين خرابي دي وذاني ديوسينا خرابي مراكم برن هو انا وجمكن انا حاط نزاروخا سسبنس سسبنس انا حدا غاش ندد ذانيتين سسبنس روح وسي داك لا وسي داك الاعيان مثلا او تقول ذي وذاني تازي بني عبد الله عبد الله انتو مثلا راه قداده بزاف الاعيان يا واحد انتظر الناس السجني ناس اضرق الناس دكين الى جا اولا بعد انت يقويد عام وست شهور عام وثمان شهور عرين عامين يقويتي دك السجن الاعتقال الاحتياطي يعني انا بدون محاكمه وما راخصها حكمن وكاع حنا دي حاكم خذ اتي حاكم الجن زي حزب الشرور الاستقلال انت اللي تجا متعاطفك حزب الشرور الاستقلال يوفى يوفى الدوسين سوق هذاك الشيء علاش ندبر توكا الناس حزب الاستقلال الى اخره الناس اش كان روح لنا يتفق كيجي القناص احمد معنينو رضا الدين الدوكريس اللي انت زي حزب الشرور الاستقلال الناس ضمن رئيس السيده غادي الزرقاء قوا شي قد الدوسي فهمت تستعد علينا عامين هي الناس تلقى التليفون ما راه خزامه اوراق الخزامه الروايه ناقصه في مريني يوسيد معنينو يرسل الوالد يوسيد غاس هو معنينو الشخص اللي تحب عبد الكريم المعقول تسمى يعني تمسى كاع عبد الكريم تسمى كيث يوسيد هكا كيس نعاود شي حاجه كيد دار ندي جوري خاص الوالد ثالثين روايه معنينو سيخ فيس يوسيد غاس جوري سي معنينو نسى سي معنينو باش تسمى ثقيلات الروايه الموريسكي يا خاص الناس سمعني الناس ميدات كالش الناس حين سم الدكري كذا هي الروح الحبس الناس ما الناس ما سماش فوض فوض القيمه كي ما ميدات كالش جوج فوض فواجا الناس هذوك واع الناس وا كاع التليفون الى اخره ما تضمرين الناس معني الضمره 15 عام السيره غير انك معني وقاي التليفون القاضي اللي اقرا الضمان ها اختي سنكيتي كي راه ولكن قبل الاجتماع ونسيت طبعا الى تسناس دات الاجتماع جبني بوعياش قال حسي ما قرابا دوات كي دات ما غنحتش خبيني هذه الاجتماعات اللي نروح السوارن ولكن عمر كاجي بن بوعياش وكانها تسمى الاحداث تسارعت لان قلنا يتوقز كتا يخرق سي محمد السمية ما لقاش كاي سؤال الاخوة قناة غادي نخضر ديال داك الباب اسمه قان اسمه افيس الثائر شوف كانو قاصدو فهاد السنين هذا بس قان يفوت هذه هنا على كل حال الاجتماع مزقاون كاين ديال اخو مي غاز دو سيني بدا انا تكات سمانيا يوشن يشن موافقة يشن موافقة معناها هي قلبي داير اكتوبر يعني ما تيري 1 اكتوبر 2 اكتوبر 1958 بداية اكتوبر وسين ثالثين ولكن ونجي شو ودفني وذان سكوشي دار تك واحد فهمت ودفن روخين اللي جانا اللي جانا امغانسن روخين اللي جانا زعماء يعني ديم قرنت تشا يمكن سيني قرنت تشا إلى ذا شوف ما تعقر مليح إلى ذا إلى ذاك سنين ثلاثين البيوت المهم اجتمع نقول شو مكان قل الحقيقة ذي وقع وقعد حويج أساسية وقعد قد ده ثاني من بين الحويج الأساسية هي صياغة الملف المطلبي الملف الأساسية لان السينا غيرين كل ذي قبال غا سند المطالب المحلية ما رخصت أسند قلنا ثانون ولكن الصيغة الملف المطلبي ذي خص تفقن من غنيني ولكن ما يتوين وجشي ذا وايث جيب اخر لان تسمع ما قال القيادات جيب اخر ذا تفقن ها من غنيني ها من الطلبة ومن الطلبة ومن الطلبة ومن الطلبة التفقن خلي اسم الحركة ذا حد زاكو بيستن اسم الحركة مغير سقان ونغير اسميس اذياح العمرة يلا زيدو عمرة مجانا قانس جبهة النهضة المغربية جبهة النهضة المغربية هذا غير اتفق طبعا يعني مترجمة لأنه مركا دون المنايا سما تنبيا لأن قولوا إذا حد يغرب بزاف اش قال تسمى الجبهة النهضة المغربية إلى آخرها ولكن هما حنا ذاين نخلقها مية صغار اتفق ولذا من إلى ذا الزعماء وسند مليح أحد أهم الزعماء قال الحقيقة اللي حضان مزقاو هذا غير الجنينة إلى كيس ذا الجنز مازقا قناس علوش زيان إلى كيس داغ جميس النعزيز بس محمد قناس عيسى إلى كيس داغ بزاف ديك الحقيقة أعتقد خلي عبد الله توهم يراخذ كيس دانيثي
داغي اكتوا قررت تما حتى البدايه حتى الشراره الحقيقيه وداغي كاينين هذا متفقين خلق الخطوط العريضه المطالب اللي قنده في ديفيد هارت يدير الى دين بعض المطالب المستعجله تسمى كسنتيز المطالب قاعدين شي 16 ما 17 شي كسي سعد المجيد 19 21 وخلينا زيرات الساعه 45 نطلب المطالب كسنتيز بيناتها ولكن الى دين جناع مع خمسه المطالب تيم زوره اعتقد انه ممكن نقرا المطالب المستعجله مثلا الى قالت ورد يروح اي المطلب الاول مرض زريف تسين من يقع ولكن تري استورق القواعد الاجنبيه اجلاء القوات الاجنبيه الاجلاء لان سني غاس تسمى الاسم الثاني للحركه خانس ثوره الجلاء يسق او انتفاضه الجلاء اعاده النظر في موقف المسؤولين في مؤامره اكس ليبان طبعا عندك الحموله السياسيه زعما تفقد ذاك غزايا ولكن دليل انه وذنا تسمى يني نصيغ المنير غاسج الى غاسج الحموله السياسيه المطلب الثالث هو ميخصش الحركه تقريبا القو هي اعاده الخطابي واسرته الى الوطن المطلب الثالث المطلب الرابع يريد يعني حد من جميع المطالب الاخرى وتتوافق مع النظرة نعم تكريم الخطابي في موقفه من الأحزاب السياسية الحقيقة حال الأحزاب السياسية بعد أن ثبت فشلها الذريع في التفاعل مع متطلبات الوطن إلى آخر هذه مقتطفات منها إذن ذا هو تسمى ذا ذاغذ بذاغينة ذاغذ بذاغ الحقيقة ذيها تسمى ديها سيدي صدفة ربما تري صدفة ولكن صدفة المكان الحقيقة ولكن أمكان ذاغ اجتمعا والساغ هنا رابع روح نعاود الساغ هنا رابع لان قيم ذا رابع تشمي انا حدا تشمي رابع الى غاسني جد الداثري من تنتا الساغ هذا حنا كمبرن المشاورات ومن بعد تشمي حنا هايك زنينا تاع قبل روح نيا درينا اي بوخت لا ثلاث وقعات سمانيه وقعات تقريبا نهار تجير نهار تجير لان قطع ناس دقيق الصباح لان السوق يتسوق هكاك الصباح روخا مين دي بقوي ديال السوايع يمكن ساعة اثنين السوايع ثلاثة السوايع الله اعلم لان نشوقوا فيها واش الاثر الوقت اللي نستعدن ديها واش نستعدن ذا قيم ذا تجير تكبر تسمى مين تقوي لنا هذا هي تجير تكبر هي تستعدن ديك رجعت الصمد السوق مكتوبه مكتوبه روخني كان دوز الشيء نصح حنا وانا هنا وانا رابع روخ مغزري ما يثماغ ميس روخ الثائر اصلا ما مزيان يشغل ورقه تاع الناس نزغون هون كل شيء لو خذ انت زوت اتسقل غير ندفريت بالنسبه لي ثما ثنا قرو خذ انت مخذ الدهر ثاني تي يري جيت الدهر تما نفيفيس لو خن ثائر سلام مزيان يعني وقع ثاني تي تما مهنا هنا تما اولا كاع وين كاع تما ديري تما باش السيور ناس كان ذو شنو الافكار ميا ماشي مخن توري رو خذ الدهر ثاني تي بنادم راح يكون شي حاجه زوين واه تسمى ما نيرو خنيتي يتوحش بزاف الذاكره الناريف اللي كان شت تاع زكيت مثلا يضايس نا جاني غادي مزداغ يزدغنا جنني ضيوين يتوي في دوفريد اضحى فن تسمى خو مكان وانيتي قوين تسمى شي مزيض مغا بالنسبه لي تسمى روح انت كيش التاريخ مهم كي عارف روح تما تما زروا وانت ماشي خنا زاسي نقاق من الجهه تاع السلامه مزيان وميكين انا قاوني مزيان وما يبقى عينات اذا اللي كيخصص نحافظ تجي شي نخاوض ماني نخاوض ماني كي صار يزين كي سمانيا وي مانيا لو كان نخضر السوق الرابع ندويا انا قاعد عاوز نطور ثاني انت بقيادة الاستاذ مقرن عبد المجيد العزوزي انا هاني قاعد شي انا هانزو شو ممكن غاشي التاريخ مقرن كيما تكي يتسلم لو خاص السوق الرابع يقف ما يجي المقرن جماعة عقد نهيتها يجني اعداد ديال عقد نهيتها لان انت مرض نخرج تجي انت فين تجي الداف لو خا نسي محمد يعني ما نحاش سلامه مزيان يجي جون غير يدوزين غير رابع ماشي غير تسلم غير رابع وثاني تي على حسب المعلومة اللي غانا يوش لو خا زعما قيمة كذاي الساغي ينطلق الجيش التحرير يجي جون في المغرب من يكمر رقم ينطلق سنة تي زكي سمعي خلاه المهم الى الجاغينات كما غنكون بالضبط في الاخبار في الخدمه رينا عقد الحدود تقريبا جهه الحدود اكس ناين دي سؤال تسمى المنطقه الفرنسيه المنطقه الاسبانيه تفضلوا البدايه الخمسينات السي ماجد اكيد بهذا الداتا البدايه البدايه الخمسينات ممكن 49 50 سو
وين الى هذا كاين 52 في الهدف الاساسي من التكنيك الوقتني هي الدعم كاين الحقيقه لتكوين جيش التحرير لان سيدي جوج منطقه استراتيجيه جا الحدود الفرنسيه الحدود الاسبانيه الى داغيا لو خلينا نصدقنا حيت انا جيت الوعير ما هذه نتاع يتوزين يا يتوزين الى داغيا عندنا هنا عندنا المنطقه الفرنسيه ولا عكسه صحيح وتوقع توقع الاجتماع توقع الاجتماع الدانيتين تتم البدايه نفس الداتا ومن بعد 58 59 عيط الدور ايضا لان زينات زي ولا الداتا اللي مرين جينا كينا قد ما مايل رحنا يوسين كمرنا الاجتماع الدانيتين داغينا كمرنا الاجتماع الدانيتين داغي تسمعي بالور الافكار الى اخرها النقاشات كنت دخل ربي تقول لي ومن بعد رايح يجن راح يجي الوفد جيت على واخا المنطقه الزنايه ومريض عقب نعاود وخني وفين يجو مكان وقيلا ما قانا سسور ما قانا سيت عضيه والسن هذا ما قانا عضيه اول واحد ينغيت كي وقت اللي نغيت القيد اللي جا دينيتين ومريض عقب واخا الوالد اللي كيسرح هناك زنايه عقبد وفين تبقى غزا وفين ينغيت قانس الكمون يا كمون محمد الصوفي محمد الصوفي الكموني ولا او شنو المناسبه ما واش ناس شي تعويضات ومن غريب الصدف ايضا التاريخ احيانا يتسمى عباره عن صدف واخر اخر تقريبا اخر من استشهد عاود قناتني الصوفي الناس قالت زي تفاول يا من حيت دا عاود رد تا غير هذاك سنيو ذا نسميه من ميس السيد الني عبد الباقي قاعد يدا غادي يستمر غا شيري غراك جمال يخدم ذاك هنا تيخدم ذاك راه زيد فاوي الباقي دباباس انت بغيت رحج دباباس نغي نلاقي لك نغي نلقي فبراير نلقي فبراير في السامية يتقعد السا زراعه يتقعد السا زراعه سي محمد انكوا السوار باش نكسي المعالم الاخرى روح شوف روح المعالم قامين القيم الاخرى بالنسبه غينا الشمس قاول غاج الفكره رقاص مبري غنف الجمعيات نغشينا حتى الاداره المجتمع المدني حتى المجتمع المدني حتى الاداره اسكن الترميم تاتي لي شي دار تما دار التنشيط الثقافي تعديل الخصائص ناش المعلمة التاريخيه المعلمات المعلمة هذايا خصها تري فونكسيونير خصها تقدم الخدمه ينات لان امكان يقدم الخدمه غير الذاكره التاريخيه الريفيه الداتا باش تقيم خصها عاود تقدم الخدمه للاجيال لناث الحسن ديال ديال امكان رفنيه مثل بنظام اصل الملك تبع العائله لكم لما مثلا جدي ناث حسن اليومين هذا عاد اليومين هذا ثاني سنوات داير وخا وغير جا غينا حتى عام الشهر البيت رميت الجماعه الاجتماعات وين تي البيت؟ خمن بجيون اعتقد وين مختارين لو هذا خم عادي وقيل انا خمين جبنا قطوان قصدي زي السيك بالدار لا لا انفاقي ازياء وني غا السقف لا لا وخا مختارين مهم ومثنا غدا الدعفه نسي محمد تما نسلمها مزيان الثائر نتاي انه هيتاي ساق انطلق الجيش التحرير يوقشوم شنين المآثير نو المعالم التاريخية غانا المغاد جيت فغاس ماشي تراس نجن القيمة المغاج ومزرو مقران أقل حاجة نسلم وخذية إذا توقع عندك مكان هو يعني يكز الناين إذا تسند لنا خوز وزم بذن جمعا قيل ما يجا فرانسيسا ألو تسند ذات نفو عندك مكان هو إذا السيد انطلق نقع الاجتماعات التمهيد والفرنسيين إن قلت ماذا قلت لي تسند ذلك مكان هو إذا فرنسا يكون الحاج لهم مزيان عاوتاني أنت قالوا خان السوار دائما الشخص إما غاتقد الزعيم قد يوسي شي من الفارة من الفارة يخسر لابد تفغاس غاسج الوزن غاسج أنت يعاس المسألة تسمى زيك إذا يفرص الأمكان الإيديال مثالي باش 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 نجمع عند باش هذا حيث بنا الأستاذ عاود قاعد تعاود من الأخت لأن يعني رجال المقاومة في جيش التحرير هي تشخمي كوان يعني القتال نسن مناطق هنا جان مناطق عاصمة
يتنفوا عندنا مثلا عور نزوم كان ومكان كذا يعني عسى مكان هذا وخا كيزا في مانا كيلاف إذا سنسنو سان ذين عسى ولا نسن يجان كلاف الزاك سن كذا يجنا وعنينا في إذا تاون تلد العائلة تنسن قال العائلة تنسن وخا بالنسبة لك زنا إليك شاكن كيلاف العائلة تنسن من ديو سين داو سين ذا ينضن تحلي توزين باش طاول بني السن بأن العائلة نصد تعرض للاضطهاد نخسازون أخسازون إسنا قال العائلة نستكمر إما يتوزين نغدا تيث وياغ ما تنجز ني كانت كزناي ايوا سمو نسبه يا مكانه وايت لي الحد في نغمتنا جمال مزيان ومس محمد مزيان مس الحسن مزيان انا الدراري انا السلام عليكم يا ابو خجل اي اي فوس اه ديريك شوي فوس اه ما تحليل يا